بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وتغطية خاصة في استاد الأهلي لجميع أحداث الدوري العام وأيضا إطلالة على الكرة العالمية. ولكن في البداية بضحب بضيفي الكبير الناقد الرياضي الأستاذ وليد الحليدي. مساء الخير يا أستاذ وليد. مساء الخير يا كابتن فاروق، تحياتي ليك وتحياتي لمشاهدي قناة الأهلي. واستأذنك طبعا يعني قبل ما نبدأ الحلقة، حابب أعزي مش بعزي اهالي الشهداء، الحقيقه احنا بنعزي انفسنا وبنعزي الانسانيه كلها وكل القيم، كل قيم الخير وكل قيم الانسانيه بنعزيها في شهداء حادث مسجد الروضه. هم طبعا بنحتسبهم عند الله شهداء، وربنا بس يلهم اهلهم ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، وان شاء الله القصاص العادل من القتله باذن الله. حادثه كانت كبيره، ولكن ان شاء الله مصر قادره على العوده بشبابها استاذ وليد، والحياه طبعا لن تتوقف. طبعا نخش في كلامنا عن اخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي ابتدى ياخد خطوات مهمه جدا داخل جدول الدوري الجوله العاشره، وعنده مؤجلات مباراه كل اربع ايام. وليد، كيف رايت فوز النادي الاهلي على فريق الداخليه؟ يعني خلينا نقول زي ما انت تفضلت وقلت ان الاهلي عنده معترك محلي في الفتره الجايه من ساعة نهاية مباريات دوري أبطال إفريقيا، وطبعا المؤجلات الكتير اللي عند النادي الأهلي هتلزمه أنه يخوض مباراة كل أربع أيام. والحقيقة يعني المباريات على هذه الوتيرة فيها حمل بدني كبير وحمل فني كبير جدا على اللعيب، وده اللي اتكلم فيه كابتن حسام البدري الحقيقه. وانا سمعت تصريحاته عن الموضوع ده وتاكيداته ان هو فعلا بدا يدرس الموضوع وبدا يحط بلان لشكل الاهلي او طريقه اختياراته في الفتره الجايه من النهارده لحد شهر واحد، عنده يمكن 11 او 12 مباراه. هو بدا من مباراه الانتاج الحربي او من قبلها يعمل فكره الروتيشن. وانا اقول لحضرتك بس يعني منذ اعلان لجنه المسابقات على ان النادي الاهلي سيلعب مباراه كل اربع ايام وبدا التفكير والتدبير في الخطه. هو دي من الحاجات الحقيقه اللي انا يعني بحترمها جدا في كابتن حسام البدري الحقيقه، وقليل جدا اما نلاقي مدرب مصري. احنا دايما عندنا يعني خلينا نتكلم بصراحه، احنا عندنا فكره التنظيم او البلاننج او التخطيط عندنا كلنا كمصريين فيها مشكله. ثقافته معدومه. الثقافه بالظبط. قليل جدا اما بتلاقي، وخصوصا بقى لو هنتكلم في مجال كره القدم، قليل جدا اما بتلاقي مدير فني مصري بيقعد كده وقدامه الاوراق والمواعيد والخطط وبيرسم جدول وبيحط خطه وبيصر على تنفيذها مهما كانت التحديات. الحقيقه كابتن حسام البدري عمل ده. هكذا او من اجل هكذا يطلق عليه مدير فني. بالظبط بالظبط. يعني من اجل يعني من عشان هو بيعمل موضوع التخطيط والتطوير وتنظيم الاستراتيجيه بيطلق عليه المدير الفني، ودي ليها لوحدها رخص. يعني دي العلو في الرخص. مانجر يعني راجل مدير. هي مش فكره بس كوتش، مش خطط يعني فنيه يعني مش ان شاء الله هنكسب بس. لا طبعا. وهنلعب 4 4 2. لا طبعا. اكيد لا اكيد لا. وده شيء مميز، والحاجات دي او التفصيلات دي هي اللي في الاخر لما بتتجمع مع بعضها بتؤدي الى نجاح. المباراه اللي فاتت شفنا تغييرات. دي كده بس قدام الجمهور الحبيب، ده بدايه مشوار النادي الاهلي والتعادل امام طلائع الجيش في او في اولى المباريات، في اولى المباريات بالنسبه للنادي الاهلي كان تعادل، ثم ابتدى في المشوار بفوز على الاتحاد السكندري دايما الناس بتتفضل، وبعد كده الرجاء، ثم وصل بالفوز في على التليفونات بنفسيف ده في كاس مصر، ثم عاد الى الانتاج، ثم الاسماعيلي، وبعد كده الداخليه. ده المشوار اللي المشاهدين بتتفرج عليه دلوقتي. تمام. اللي احنا شفناه بيحصل في النادي الاهلي ده هو اللي لازم يحصل. ليه؟ أولا كابتن حسام البدري والجهاز الفني عندهم الأدوات اللي تساعدهم إن هم يعملوا الروتيشن ده، فمن الطبيعي إن أنت ما تستهلكش لعبتك وتستهلك نفس تشكيلتك بشكل كامل. هو يمكن كان مضطر في دوري ابطال افريقيا اللي استعان بنفس المجموعه، لان طبعا القايمه بتحكمك، لكن النهارده دخل لك مثلا لاعب زي باكا،
اثبت نفسه وده بيعجبني. لما لاعب بياخد ماتشات وبيثبت نفسه وبيثبت ان عنده امكانيات بياخد تاني، بياخد الفرصه تاني ويأكد عليه. واللاعب اللي بياخد الفرصه وما بي يعني يمكن بتحصل بعض الظروف تاني بيصر عليه وبيديله تاني لحد ما بنشوف وليد ازارو النهارده هو هداف الفريق، هداف النادي الاهلي وداخل خلاص ضمن هدافين الدوري. والناس بتتكلم ان وليد ازارو بيجيب اهداف سهله، الحقيقه كلمه اهداف سهله دي بتبقى في صالح وليد ازارو. طبعا سهل. طبعا ده انت شوف بتتكلم وهو بيرد من احسن الكور اللي فيها فينيشنج، ده فينيشنج عالمي بصراحه. التحرك يعني الاول ده شغل لويس سواريز وهاري كين، شغل طبعا يعني مع الفرق اكيد، بس انا بتكلم عن الفينيشنج، عن طريقه الفينش. فده لاعب عنده مهاره، الفينيشنج ده بتاع اللاعب عنده مهاره. فكره انه يجيب هدف سهل ده شيء في صالحه، يعني هو بيقف في المكان السهل وبيتحرك في المكان السهل، والدليل ان هو لما بيبقاش موجود ما بيبقاش حد غيره متواجد في المكان السهل ده. وليه مهاجمين انا ممكن اقول لك المكان الصح او المكان الصح. ما هو المكان فكره ان انت تسهل على نفسك. هو ده الذكاء، هو ده ذكاء اللاعب. طبعا كان في بعض يعني احنا بنشوف جمل الاهلي بدا يعملها، يعني الهدف الاول اللي جابه وليد ازارو الماتش اللي فات شفنا جمله رائعه باقه مع عبد الله، في شغل في تكتيك. يعني انت شايف ان كابتن حسام البدري دخوله في الدوري العام حتى وبالرغم من التعادل مع طلائع الجيش، وهذا اللقاء كان فيه كلام كتير جدا عن التحكيم، ولكن مشت الامور وابتدى يخش اجواء الدوري رويدا رويدا، انت شايف ان الطريقه والخطوات ماشيه في النطاق الصحيح؟ يعني انا زي ما قلت لك انا ملاحظ لحد ما حتى ما قبل ما كابتن حسام البدري يتكلم في النقطه دي في المؤتمر الصحفي، انا ملاحظ ان في بلان محطوط. يعني كابتن حسام بيعمل احلال وتبديل، وطبعا يعني احيانا الحظ بيعانده في بعض الاوقات. يعني انت النهارده بتلعب بدون قلب دفاع اساسي، يعني ايمن اشرف طبعا هو بيلعب في المكان ده ومتالق فيه الماتشات، الثلاث ماتشات اللي لعبهم في المكان ده متالق بشكل كبير جدا. هو عنده مثلا الاصابات نجيب وربيعه، تخيل اسماء تقيله النهارده. هشام محمد اللي هو كان امال كبيره عليه ان هو يكون موجود في وسط ملعب النادي الاهلي بكل قيمته الفنيه وكل الحاله اللي بيعملها بالربط من دفاع الهجوم اللي الاهلي محتاجه اي فريق محتاجه النهارده، اكتر من مره الظروف بتعانده. فاذا في مشاكل بتقابل الفريق، فكونك انك تتغلب على المشاكل دي وتكمل مسيرتك بالشكل ده وتوظف اللعيبه بشكل. النهارده باكا مثلا الماتش اللي فات شفنا ازاي. طب انا قبل ما نخش في باكا والماتش اللي فات، كان في كلام كتير جدا وليد على كابتن حسام البدري وهجوم، صراحه انا شايفه غير مبرر وغير منطقي، ومش عارف هل هذا الهجوم بسبب اصطياد لفتره الانتخابات، ولا هذا الهجوم لمجرد الهجوم، ولا هذا الهجوم عشان كابتن حسام البدري ما بيضحكش. يعني أنا لحد دلوقتي مش فاهم، يعني راجل بهذه النتائج والأداء وبيكسب كل المنافسين، وحتى قبل اللقاء الإسماعيلي النادي الأهلي في اختبار و و و و وعنده أزمة كبيرة جدا، وحسينا إن النادي الأهلي ما عندوش مدافعين وما عندوش لعيب. كيف رأيت فوز النادي الأهلي على متصدر الدوري العام الإسماعيلي اللي الناس كلها بتعمل له ألف حساب وبيأدي أداء جميل جدا مع مدير فني أجنبي هذا الموسم؟ يعني خليني أقول لك اعتراف يعني أو سر، أنا يمكن لحد بداية الدور الثاني من دوري السيزون اللي فات كان عندي تحفظات كبيرة جدا على فلسفة كابتن حسام البدري مع النادي الأهلي الحقيقة، لكن من أول الدور الثاني أنا اكتشفت إن هو كان ماشي على بلان. احنا بنتكلم على موضوع البلان. كابتن حسام البدري لما تولى تدريب النادي الاهلي كان الفريق حاله ما كانش في الطب، كان خسران يعني بطوله دوري ابطال افريقيا طبعا. لا هو كان كسبان الدوري مع مارتينيول، لما حينما جاء كابتن حسام البدري كان كسبان الدوري مع مارتينيول، هو كان في خفاق افريقي تمام الفريق كاس مصر وكاس مصر طبعا. وكان يعني الفريق ما كانش بالشكل ده، يعني ما كانش بالتكامل الفني اللي احنا شفناه. فلسفه كابتن حسام بدري، والحقيقه انا عموما انا عن نفسي يعني انا الطرق الدفاعيه انا مش ما بعرضهاش، يعني انا بحبها، لكن انا كان في بعض التحفظات على لما بدا الدوري الدور الثاني السنه اللي فاتت وشفت التحول في طريقه لعب النادي الاهلي، التحول الرهيب، التحول التكتيكي، اكتشفت ان ده كان خطه موضوع. يعني كابتن حسام البدري يعني بدري الصفقات اللي جت في يناير ومنهم معلول اللي الناس كلها هجمته واصبح افضل باك ليفت في افريقيا ده من ايام مارتينيول، وقدوم جونر اجاييه، ومع وجود الكابتن حسام البدري وباقي الصفقات بقى، دخول حمودي ودخول كوليبالي و و و الى اخره،
كل ده الناس هجمته، والان انت بتقول لي ان بقى سلاح داعم للنادي الاهلي. اللي انا عايز اقوله لك، انا ليه اتكلمت في النقطه دي، اللي انا عايز اقوله لك ان كل ملف بيتحط فيه او اختبار بيتحط فيه كابتن حسام البدري بيكسبه. يعني فكر زي ما قلت لك تغيير التكتيك وتحول النادي الاهلي من الطريقه اللي هي فيها تحفظ الى حد ما الطريقه التجاريه انا هسميها اللي هو ونجح فيها. فلما خلاص الفريق وقف على رجليه ورجع تاني بقى اللي هي شخصيه النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم عنها، بدا التحول ورجوع النادي الاهلي لطريقته المعتاده والضغط المتواصل، وده عمله الحقيقه بشكل رائع. الكره الجميله، التحول التكتيكي التاني مع بدايه الموسم ده بدات اشوف حاجات انا ما يعني الحقيقه ما بشوفهاش مع مدربين مصريين، يعني لازم اعترف بده. الـ 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 الشغل في الهجوم، اولا الكثافه الهجوميه اللي بيعملها النادي الاهلي مفيش فريق مصري بيعملها، ويمكن قليل جدا لما بشوف فريق افريقي منظم بيعملها. فكره الزياده العدديه، انت المباراه الداخليه مثلا كنت بتشوف 7-8 لعيبه من النادي الاهلي في ثلث ملعب الداخليه بنظام. في ماتش هتكلم عن ماتش الاسماعيلي، لان الماتش الاسماعيلي ده مهم جدا. ماتش الاسماعيلي خاصه كان فيه هجوم، وهكرر تاني سؤالي، يعني كيف رايت لقاء الاسماعيلي والاهلي بيلعب الاسماعيلي مصدر الدوري، وقبل هذا اللقاء على الرغم من النادي الاهلي كان ماشي بشكل كويس جدا، وكسب الترجي وكسب النجم، وصل الى اللقاء النهائي وكان بيأدي اداء كويس، كان الافضل في مباراتي النهائي، ولكن الهجوم كان غير مبرر على كابتن حسام البدري، وحسسونا ان ماتش الاسماعيلي ده هيبقى اقوى من ماتشات دوري ابطال افريقيا، ولكن شفت النتيجه ازاي؟ ما انا كنت هاجي لك لماتش الاسماعيلي، انا بس كنت واخدها كده ستيب باي ستيب عشان الناس تعيش معانا. الكابتن حسام البدري كان ماشي ازاي او فلسفته عامله ازاي، بيدير الفريق ازاي. ماتش الاسماعيلي كان ماتش مهم جدا، والضغوط اللي انت اتكلمت عنها، الضغوط الاعلاميه والضغوط الجماهيريه، سواء بقى بغرض مبرره، هل فيها لا طبعا في اصل كل انتقاد او كل هجوم لازم يكون ليه اسبابه، علشان نقدر نتفهمه ونقدر نتعامل معاه لازم يكون ليه اسباب. طب راجل بيكسب وبيلعب كره حلوه، راجل بيكسب كل المباريات، حتى المباراه اللي خسر فيها قدام كل الدنيا، يعني اصل احنا ما ينفعش نجلد انفسنا. الاهلي النادي الاهلي حتى في مباراه الوداد اللي خسر فيها دوري ابطال افريقيا كان الافضل على مدار فترات المباراه، والحظ عنده. بص هنا بس لو مخرجنا وقف في 1 2 3 4 من النادي الاهلي امام كام مدافع، ارجع لي بس شويه عشان ايه بنؤكد كلام وليد في الزياده الهجوميه، واحنا بنلعب مين؟ الاسماعيلي اللي هو متصدر الدوري. هنا الضغط الاول من جونيور، خد الكرة، وبعد ما جونيور خد الكرة، وهنا ده الاهم بالنسبه لاي مدير فني، ان اللعيب اللي معاه الكرة بص هنا يا جماعه عنده كام حل، وبص عمرو السوليه زود الحلول بالسبرنت بتاعه، الكلام اللي احنا كنا بنقوله لحضراتكم في استاد الاهلي هنكمل واحده واحده. لما جونيور بقى سيطر على الكرة خلاص وعمل وشه للملعب، وعندك دلوقتي بص كام حل، ادي ازارو حل، وجنبه عبد الله السعيد حل، وسولية حل، وباكا كمان حل، واخد بالك كده؟ بص الكرة راحت لعبد الله السعيد، ادي 1 2 3 هنا بقى نقف، هنا نقف، هنا بقى 1 2 3 4 وكل واحد واخد زاوية. لا وعمرو السولية تحرك تاريخي، تحرك يعني شابوه عمرو السوليه على العمل ده، ومش اول مره حصلت في تليفونات بني سويف. شفت ليه؟ لان هي ادواره اختلفت. هو ليه عمرو السوليه شكله اختلف في الملعب؟ لان بدات ادواره تختلف. شوف تكملته ازاي، مكمل 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 مكمل، واللمسه الواحده. يعني لا فكر يسند ولا فكر اللمسه الواحده. انت اتكلمت في نقطه ان هو حطها بشكل كويس، وهنا الاجانب بيقول لك ان الهدف اللي زي ده نوت باي لك، يعني مش بالحظ. لا ما حدش بالحظ وهو بيجري يلمس الكوره بالشكل ده، وهو بيجري بنفس سرعته، يعني حتى ما هداش السرعه. ده هدف الاهداف الجميله لجونيور أجاييه في الموسم الماضي امام الاتحاد. يعني هو بيفكرك بس بمتعه أجاييه، لان أجاييه لعيب ممتع. هنا كمان بيدينا دور من ادوار الضغط، وبعد ما ضغطت استخلصت الكوره، وهنا كام حل. الكابتن حسام البدري مسؤول عن الحلول، اللعيبة مسؤولة عن الفينش. انت بتتكلم عن ماتش الاسماعيلي. اللي انا كنت بقول لك عليه هو حصل، يعني تلخيص موسم او موسم ونص حصل في ماتش الاسماعيلي. كابتن حسام البدري عارف ان النادي الاسماعيلي عنده مشكله بدنيه، وعارف ان النادي الاسماعيلي جماهيريا ومتصدر الدوري، وطبعا انت عارف حساسيه المباراه دي، كلاسيكو طبعا، وفكره ان الاسماعيلي يكسب الاهلي ده شيء، فهو كان متوقع ان الاسماعيلي هيحاول في اول الدقايق مع حاله الفوران وكده يجيب اهلي. فهو
تقل في الشوط الاولاني واستغل بقى في الشوط الثاني التفوق البدني بتاع النادي الاهلي زي اللي انا بكلمك فيه، فكره التكتيك الهجومي اللي اتغير، فكره تحركات الاجنحه لقلب الملعب، وفكره استغلال اجاي. اذا كابتن حسام البدري رد على الانتقادات الغريبه اللي احنا بنشوفها في بعض وسائل الاعلام يعني بشكل هي النتائج بتتكلم وهي مش نتائج باي لك. احنا النهارده بنتكلم لما بنيجي نحلل المباريات، النادي الاهلي ما بيكسبش بالحظ، النادي الاهلي يا جماعه يعني لازم نكون عادلين في الانتقاد، يعني لما الكابتن حسام بدري او غيره اي اسم اي مدير فني او اي شخصيه يرتكب اخطاء فنيه اوكي يبقى من حقك تنتقده، لكن النهارده فريق متصدر كسبان كل ماتشاته باستثناء اول مباراه اللي كان طالع امام طلعت جيش وكان ليها ظروفها. النهارده النادي الاسماعيلي اللي بيقدم عروض هائله وطبعا ولازم نديله حقه، بيقدم عروض ممتازه وفريق قوي وفريق السنه دي متكامل، وانك تكسبه بالسهوله دي. الاهلي كان ماتش اسماعيلي مباراه سهله يعني ما كانش فيها اي مشكله، يعني النادي الاهلي ما واجهتش صعوبه، هو النادي الاهلي بس قسم حسام البدري قسم الماتش على فترات وقدر يسيطر قدام مدير فني كبير جدا مدير فني مميز جدا حتى وتجارب في تونس مع اكبر الانديه الترجي. طيب طبعا لا مدير فني هايل وعمل طف اسماعيلي، والنهارده عواد لولا تالقه كمان كان ممكن النتيجه تبقى اكبر من كده. عواد طبعا بنقول له شابوه، لحارس ممتاز جدا من افضل الاسماء اللي متالقه في الدوري السنه دي. انت ما دام ذكرت عواد انا لازم اتكلم على الشناوي. كيف ترى الشناوي؟ الراجل ابتدى يخش في اجواء الفريق في ملقاءات الكاس ثم لقاء الانتاج ثم لقاء الاسماعيلي وحتى لقاء الداخليه، كل ماتش الشناوي بيدي لنا حته جديده وبيدي لنا تصدي جديد وبيدي لنا مش هقول لك مشروع، ان الشناوي حارس كبير ومن ابناء النادي الاهلي، ولكن بيدينا اداء مطمئن لحراسه المرمى في النادي الاهلي. قبل ما اتكلم على الشناوي لازم اتكلم واحيي قرار الدفع بالشناوي. فكره ان يبقى عندك مباراه دوري مهمه وتثق في الحارس بتاعك اللي انت استخدمته واللي كان قاعد فتره لشريف اكرامي الحارس الاساسي، فكره انك تعتمد عليه وتديله الثقه في مباريات مهمه، ده قرار مهم جدا وكان قرار يحمل مخاطره. يعني خلينا نقول ان كان الاسهل على طب ليه مخاطره ما هقول لك ليه. احنا دلوقتي انت كنت لسه بتتكلم في انتقادات. خلينا نفترض يعني جدلا يعني ان حصل ان محمد الشناوي شارك وغلط غلطه خسرت الاهلي 3 نقاط، مين اللي كان هيتعرض للانتقاد؟ الجهاز الفني. الجهاز الفني لا شك، يعني كان الاسهل بالنسبه له انه خلاص. يعني انت شايف ان ده قرار يحسب للجهاز الفني للنادي الاهلي مؤكد؟ فكره انك يكون عندك الشجاعه ان انت في مباراه دوري، انت النهارده مش مباراه كاس، هو لو مباراه كاس ماشي مباراه سهله تليفونات بني سويف مباراه سهله ومفيش مشكله خلاص، لكن مباراه دوري ب3 نقاط وانت عندك مباراه مؤجله، اي دروب هيبعدك عن الصداره. انت لو بيصنع الفارق فيهم طبعا، يعني سواء الانتاج او الاسماعيلي مؤكد. فاولا قرار الدفع وقرار الاصرار ده لازم نديله شكوى. كابتن طارق سليمان بينتقد كثيرا، هل ده برضو من الحاجات اللي تديله دعم ولا يبقى نفس الانتقاد اللي شغال على كابتن طارق سليمان مدرب حراسه المرمى؟ هو برضو عشان نكون صرحاء، يعني لو كان في بعض غلطات لشريف اكرامي في بعض المباريات دي مش غلطات تدريب، مش غلطات تكنيك حارس مرمى دي، بس ان هو التركيز. انا بشوف ان غلطات شريف اكرامي احيانا بيفقد التركيز في بعض فترات المباراه فبيخطئ في بعض الكرات، فده مش شغل مدير فني او مش شغل مدرب حراس مرمى. اللي انت تحاسب مدرب حراس المرمى عليه على لياقه الحارس، على تكنيك الحارس، على تحركات الحارس، لكن انك تفقد التركيز في بعض لحظات المباراه اكيد. يعني انت ترى ان مثلا تألق الشناوي وظهوره بهذا المستوى ده شيء ايجابي لحراس المرمى؟ فورمه الشناوي سيبك من التألق، يعني سيبك من انه فورمته، انه نازل مركز، نازل شايف الكوره، نازل بيتحرك كويس على الخط، فورمه اللاعب بتبين لك ان في شغل بيتعمل معاه. التصديات ده بقى ده توفيق للاجتهاد، يعني ربنا بيوفق محمد الشناوي على اجتهاده، على انه حارس جيد وعلى انه نازل ومركز. النهارده محمد الشناوي من ساعه ما كان في النادي الاهلي كان حارس جيد، لما خرج من النادي الاهلي طبعا الظروف ما خدمتوش انه يكمل، لان كان وقتها يعني حته منطقه حراسه المرمى في النادي الاهلي كانت يعني كان هيبقى صعب انه ياخد الفرصه انه يرجع النهارده. اولا هو كجسم جسم مثالي. بص انا بس انا عايز الكره ترجع تاني بتاعه الشناوي، لان هنا في كلام كتير لبعض الناس اهي.
الاول في بعض الناس قال لك هو راح الاول عليها غلط، وده شيء خاطئ. هو رايح على مدار الكوره ومديها زاويه رؤيه صح. اهم حاجه في حراسه المرمى مش ان هو ينط، اهم حاجه هو الفوت ورك والتحرك بتاع رجليه، لانه هيحطه طبعا في المكان المناسب. اللي شوفوا بقى هنا لما تحولت الكوره للفيرود او مهاجم الاسماعيلي، هو رجع خطوتين وتوقع، وبعد كده عمل التراي اللي هي اخر حاجه احنا بنحاسب. هنا بقى بصوا كمان تكمله الكوره، بصوا البوكس رايح فين؟ رايح في مكان ما هواش في قلب ال 18، رايح في مكان على الجنب. نفس البوكس ده اللي عمل بعده انقاذ عالمي في ماتش الانتاج، برضو يا ريت مخرجنا يجيب لنا لقطه الانتاج. نفس القصه، الكوره ده ارضا عرضيه طلع ضربها بالبوكس يا وليد، والبوكس في المكان الصح، كملت الهجمه وراح واخد المكان الصح وقفل بالثلاث خطوات على فيرود مين ده؟ هداف الدوري عمر السعيد. أيوة. وعمل انقاذ اعلامي، ودي حاجات احنا بنقولها للناس. الناس للاسف بتقيم الحارس على اساس ان هو بينط فقط. بالظبط. ولكن في حاجات كتير جدا. بص، هو ممكن حارس يصد في السكس يارد مفيش مشكله، لكن تكون جايه فيه بالصدفه، يعني الكوره رايحه على اتجاه، لكن ان يغير اتجاه جسمه في جزء من الثانيه من اليمين ويتحرك بدراعه الشمال، يصد بدراعه الشمال ويتحرك للكوره من المسافه القريبه، ده حارس مركز. لا. يعني حارس فورم. لا طبعا لازم نحييه ولازم نثمن تجربته، لازم يعني نشجعه عليها، لان احنا يعني اذا هو كان يستحق المشاركه في الاسماعيلي، يستحق المشاركه في الداخليه، واستحق حتى الان البدء كالحارس الاول من الاهلي. انا شايف انه طول ما هو بيدي المستوى ده وبيدي الفورمه ده، من الخطا ان احنا يقعد على الدكه تاني، لازم يفضل ومكمل، لان انت المركز ده انت محتاجه، مش بس في النادي الاهلي، مصر كلها بتفتقد للمميزين في هذا المركز. طيب هاخدك لنفس الموضوع، النادي الاهلي كان كثير الانتقاد، لا ده ما فيش باكات. وفي قبل التعاقد مع احد اللعيبه، انتوا ليه تعاقدتوا مع ايمن اشرف؟ انتوا ليه تعاقدتوا مع فلان؟ انتوا ليه تعاقدتوا مع علان؟ ومع سياسه التدوير ولعب كل اربع ايام وبلعب دوري ابطال افريقيا وبلعب كاس مصر وبلعب كاس سوبر ده غير الدوري العام، ابتدت يعني كيف ترى ملامح الصفقات للنادي الاهلي وهل هي ناجحه؟ زي ما بقول لك، احنا لازم اللي نقدر نفهمه ايه؟ لغه الارقام والفنيات والتحليل الفني، يعني الاستاتستكس والتحليل الفني. الارقام بتقول ان النادي الاهلي قدر يستغل جزء كبير من الصفقات. ده انا اسف بس عشان موضوع الانتاج اهو، وهنا البدايه ده خدها لنفسه، وهنا يعني الانقاذ دوت قبل ما يخش، قبل ما الراجل وهو داخل ال 18 بصوا الكام خطوه اللي خدها عشان يقفل المكان، يقفل زاويه الرؤيه. يعني دي اهم حاجه، الفوت ورك اهم حاجه. بصوا الثلاث خطوات دول اللي قفلوا زاويه الشوت لعمر السعيد، لو كان واقف في مكانه كانت هدف. بالظبط بالظبط. لا لا طبعا طبعا، محمد الشناوي يعني، وهنا بقى بص البوكس اللي انا بقول لك عليه، بص رايح فين. بالظبط بالظبط. لا لا يعني لازم نحييه طبعا، ومنتظرين منه الافضل، لان هو عنده كل الامكانيات والمقومات. كنا بنتكلم عن صفقات النادي الاهلي، في فرق كبير جدا بين انك يكون ما عندكش فريق وبتكون فريق فروم اي تو زد، زي مثلا تجربه النادي الزمالك. تجربه نادي الزمالك هو قابل موسم غير جيد السنه اللي فاتت، وموسم ما كانش ناجح على كل المستويات محليا وافريقيا، فالفريق كله معظم 90% من الاسماء اتسرحت، وجه فريق كامل قايمه كامله كم و20 لاعب، فبقى هم القوام الاساسي للفريق. وده شيء خاطئ وانا ضده، يعني انا برضو انا بس احنا بنعقد المقارنه عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه صفقات. هو انت امتى تجيب صفقات وكل الصفقات تشارك؟ لما ما يكونش اوريدي عندك فريق، لما تسرح فريق كله يبقى عندك مشكله، فبتبني فريق جديد من فروم اي تو زد. طبعا دي تجربه ممكن يكون لينا عليها تحفظات كبيره جدا واثبتت فشلها يعني طبعا. وفي فرق بين انك يكون عندك فريق بقوام متكامل في كل الخطوط، من اول حارس المرمى لحد راس الحربه بالاحتياطي. يعني انت عندك احتياطيين لعيبه دوليين، الاهلي كان عنده احتياطي صالح جمعه ما كانش اساسي وكان لاعب دولي، عندك عمرو جمال كان في النادي الاهلي وكان اساسي في منتخب مصر وكان بيلعب فانا عايز بس الناس تفهم. فلما تستخدم صفقات، انت بتستخدم صفقات لتدعيم بعض المراكز علشان لو حصل نقص او عجز، واذا لاعب قدر يثبت من الصفقات الجديده، اذا قدر يثبت احقيته كاساسي ويشارك كاساسي. وكمان انك في ظل الظروف اللي انت عايشها دي، انك بتلعب مباريات
في اوقات متقاربه وبتخوض اكتر من تحدي، تحدي محلي وتحدي افريقي، وبتلعب في كاس مصر ولاعيبتك مستهلكه في منتخب مصر. ما ننساش ان لعيبه النادي الاهلي بتمثل، يعني نادي منتخب مصر ما بيجيش كل اللعيبه محترفين زي بعض الدوريات، فكل اللعيبه المحليين مريحين. لا، انت عندك قوام المنتخب مصر 5-6 لعيبه من النادي الاهلي اساسيين في كل الرحلات رايح جاي، وطبعا كان في ضغط تصفيات كاس العالم، الضغط الرهيب والاستهلاك. سؤال، هل النادي الاهلي كويس، منتخب مصر كويس؟ هي تاريخيا كده مرتبطين. يعني انا برضو عايز ادي تجربة عالمية، انا بحب لما اتكلم ما اتكلمش كلام مرسل، يعني خلينا نضرب الامثلة عشان الناس الموضوع يقرب، ما يقولوش الناس دي بتقول اي كلام وخلاص. احنا كلنا فاكرين التطور الرهيب اللي حصل في منتخب اسبانيا، والفوز ب2 يورو والفوز بكاس العالم، ده كان في ظل التألق الكبير لنادي برشلونه وقتها. حتى الناس قالت ان نفس طريقه اللعب والتيكي تاكا وشغل جوارديولا وخدوا المنتخب الاسباني. فاذا مبرر ان لما يكون عندك فريق كبير قوامه من قوام منتخب البلد، طبيعي ان تألق هذا الفريق يصب في تألق المنتخب. طب ما نفس الشيء حصل مع المانيا مع جوارديولا قبل كاس عالم 2014، بايرن ميونخ كويس، منتخب المانيا بقى كويس. بالظبط، احنا يعني عندنا تجارب، يعني احنا مش عايزين نبخس برضه حق اللاعبين وانديه وكل حاجه، لكن احنا بنتكلم عن تجارب الفتره مثلا اللي كان منتخب مصر عايشها، يعني تخبط. لا فتره تألق من 2006 ل 2010 مع كابتن حسن شحاته، كان ساعتها النادي الاهلي بيعيش ازهى عصوره الكرويه مع كان مانويل جوزيه وما بعده، يعني كان مسيطر على كل الاخضر واليابس محليا وافريقيا. والناس بعد مانويل جوزيه وجود الكابتن حسام وجود الكابتن محمد يوسف، هم كمان كانوا بالظبط. ما انا بتكلم فيما بعد، يعني انا مش عايز يعني مش فكره. لا طبعا الناس متذكره طبعا طبعا لازم نديهم حقهم. ففكرة التألق ده كان ساعتها برضو النادي الأهلي بيمثل قوام منتخب مصر. وليه ده؟ يعني ليه؟ لأن في نقطة مهمة جدا بتمثل فارق في شخصية اللاعب الدولي، اللي هي شخصية فريقه. يعني عشان كده أنا ضد ناس كتير بتتكلم فلان ده متألق في الدوري مع نادي كذا، ليه ما بيروحش منتخب مصر؟ فلان مش عارف ايه، ليه ده احنا عندنا أزمة. انا مش عايز اذكر اسماء يا جماعة، ما هو مش اي لاعب يتألق مع ناديه في الدوري يكون قادر يمثل منتخب مصر. في الاخر منتخب مصر ده منتخب بيلعب على منافسات على مستوى عالي، فلازم اللاعب اللي يمثل منتخب مصر لازم يكون عنده الشخصيه بتاعت منتخب مصر. طب وليد، اخذك لموضوع حدث بالامس واحنا اتكلمنا عليه في البدايه ولكن بشكل عام، ولكن عايزين بقى نستفيد فيه اكثر. لقاء الاهلي والداخليه، لقاء من المحطات اللي كانت في مسيره النادي الاهلي بالنسبه للعديد من الانديه الداخليه، من الفرق الرخمه بتلعب كوره رخمه بمعنى ان هي دفاعيه صلبه الى حد ما، بتعرف تعمل نتائج مع الفرق الكبيرة. كيف شاهدت هذا اللقاء ما بين النادي الأهلي وما بين الداخلية؟ أول حاجة طبعا اللي كنا بنتكلم فيها فكرة التغيير في التشكيل والدفع ببعض الأسماء، يعني على رأسهم باكا لما بتألق في مباراة الإسماعيلي النهاردة، خد في مباراة الإنتاج الداخلية كلاعب أساسي. الأهلي عمل اللي المفروض يعمله، ضغط الداخلية من أول دقيقة بشكل كبير. الهدف اللي أحرزه وليد أزارو هدف مبكر، يمكن طب ايه رايك في الهدف؟ الهدف فيه شغل كره حلو قوي، لسه بتكلم عليه معاك. يعني شوف اولا تحرك وليد ازارو، ورؤيه باقه، لمسه باقه، يعني لما يجي الهدف ما هيجي الوان تو. فاولا ده مش بالصدفه، يعني فكره ان انت تعمل وان تو وان تاتش، الثلاث لمسات وان تاتش وتحرز هدف من وان تاتش، ده شغل تكتيك معمول. فاولا ده بيديني مؤشر ان عبد الله السعيد رجع لحاله التركيز بتاعته اللي كلنا يعني عارفين عبد الله السعيد لما بيكون في قمه مستواه. طبعا طبعا باقة لاعب عنده رؤية، لسه طبعا قدامه شوية عبال ما يندمج بشكل كامل، لكن لاعب عنده سرعات كتيرة جدا، عنده سرعات وبيعمل بنتريشن بشكل هايل، يعني كذا بيعمل الاختراق بشكل هايل، يعني قليل من بس طبعا هي ده مصطلح كروي بس في بعض الاوقات لازم نوضح للمشاهدين. تمام، يعني يمكن بعض الناس شبهته بمحمد بركات، يعني هو في الحتة دي، حتة الاختراق، انه عنده الشجاعة. قليل جدا ده لاعب بيلعب تاني مباراة ليه في مصر ويبقى عنده الشجاعة انه ياخد الكرة قدامه ثلاث
19 سنه ولاعب دولي منتخب جنوب افريقيا الاول، ويبقى عنده الشجاعه، الشجاعه دي جايه برضه من شخصيته كلاعب دولي. هو لو ما عندوش الشخصيه دي ما كانش ابدا راح منتخب كبير زي منتخب جنوب افريقيا ويبقى في قائمه المنتخب. فيكون عنده الشجاعه، الكوره اللي اتعمل عليه فاول في مباراه الاسماعيلي اللي كان ممكن يدخل وكان هيبقى هدف يعني تاريخي، ان هو ياخد الكوره من قبله وسط الملعب وكان اوريدي عدى لكن اتعامل معاه الفاول. فكون ان يبقى عنده، شفت الرؤيه، لمسه واحده. فده الشغل ده يا جماعه ما بيجيش بالحظ، ما بيجيش باي لك. التحركات دي اللعيبه بيحفظوها في التمرين. يعني مين اللي طلب من جناح، يعني تفتكر ان باكا جاء من اقصى الجناح اليمين لحد نقطه الجزاء او قرب نقطه الجزاء بشكل عشوائي؟ مستحيل. مستحيل. وده اللي عمله كمان، يعني كان بيعمله طول الماتش، وقبليه كان بيعمله بنجاح مؤمن زكريا، وبيعمله بروعه جونيور اجاييه. فواضح ان في شغل بيتعمل قدام النادي الاهلي. طبعا بسهوله كسب الداخليه. انا شايف ان المباراه كانت يعني تعامل فيها حسام البدري بذكاء، باقل مجهود النادي الاهلي ما استهلكش بدنيا ولا فنيا في المباراه، وهو خرج باللي هو عايزه. واعتقد المباراه الجايه كمان قدام المصري هتشهد تغييرات تاني في التشكيل، ممكن ترجع اسماء، ممكن ناس من الاساسيين اللي موجودين دلوقتي يقعدوا، وده هيكون حاصل في كل المباريات في الفتره الجايه. طب وليد، ظهور صبري الرحيل بهذا الشكل، وصبري ونجيب والشناوي من اللعيبه اللي مهما يعني، ادي باكا برضو بنجيب بعض من اجزاء اللقاءات الوديه وخطواته بقى مع النادي الاهلي، وظهور باكا بهذا الشكل ده بيبين ان التمرين ما فيهوش دلع، وان اللعيب اللي بيجتهد هتجيله الفرصه، هتجيله الفرصه ويقدر يستغلها. يعني واحد زي صبري كان بعيد تماما، دلوقتي بقى اساسي للمباراه الثانيه على التوالي، وماتش زي الاسماعيلي كمان. انا بس مش عايز اقطع كلام، بس الهدف اللي جابه باكا ده بياكد كلامنا، انه بيتحرك في المباريات الوديه من اقصى الجناح لحد قلب، لحد عند منطقه الجزاء في ماتش الداخليه عملها التول عبد الله السعيد، في المباراه الوديه جابها هدف. فده شغل بيتعمل، يعني اللي بيتعمل في المباريات الوديه والتدريب هو اللي بيتعمل في المباريات. طيب بالظبط كده، هكلمك يعني نفس السؤال. انا بكلمك على اللعيبه اللي هي بتبقى بعيده فتره، دي كعب من كعوب متعب بقى بتطلع فيها خبره السنين، ودخولها وتأديتها بهذا الشكل. يعني نجيب لما بيلعب صراحة ما تحسش ان هو كان قاعد. نفس الشيء حدث مع رامي ربيع، نفس الشيء حدث مع الشناوي. ده بيدي لك انهي انطباع؟ اللعيبة بتاعت النادي الاهلي كلها متجهزة بشكل جيد. الشكل يعني دور الجهاز الفني، دور الجهاز الفني بيعمله. اللعيبه واضح ان هي كلها عندها استعداد، او مؤهله ان هي عندها استعداد ان هي تاخد في اي وقت. لاعب زي صبري الرحيل شوف بقاله قد ايه ما بيلعبش، والنهارده لما بيلعب بيؤدي بالمطلوب منه. يعني احنا مش هنقول انه وصل لقمه مستواه، لان صبري الرحيل كمان لسه عنده كتير، لكن فكره انه يكون عنده الحد الادنى وفوق كمان الحد الادنى المطلوب منه، المطلوب من لاعب الباك الظهير الايسر يؤديه، بيؤديه. يعني صبري هو ادهشك بادائه ولا كنت متوقع انه ممكن يكون اقل من كده؟ لا انا كنت متوقع انه يكون اقل من كده، لكن انا عن نفسي انا شايف ان صبري الرحيل عنده امكانيات هجوميه افضل كمان من كده، لكن طبعا طبعا ادى افضل من المتوقع. لاعب زي ايمن اشرف النهارده بيلعب في مكان مش مكانه، بيقدم بالشكل ده. محمد نجيب، محمد نجيب ده يعني بصراحه يعني محمد نجيب ده يا جماعه لازم الناس تدي له حقه، لان محمد نجيب احنا هنا بندي له حقه الصراحه. ويعني انت بالذات الحقيقه من الناس اللي يعني دايما بتتكلم عنه بشكل محترم وبتؤكد على ده، احييك عليه، لان فعلا محدش ياخد باله الا اللي حاسس فعلا باللعب. محمد نجيب لعيب محترم جدا، لعيب ما بيعملش اي مشاكل، لعيب بيتمرن بشكل جيد، دايما في الوزن المثالي، دايما مركز، لما في اصعب المباريات بينزل في مباراه دوري ابطال افريقيا، مباريات حساسه جدا، وبيؤدي افضل ما انت متوقع. ده مثال، ده نموذج لازم كل الناس تحتذي بمحمد نجيب. طب احنا لسه عندنا كلام مهم جدا عن النادي الاهلي وايضا باقي الفرق في الدوري العام، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد عشان النادي الاهلي حديث. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا عن وتقييمنا عن طريقة اداء النادي الاهلي في اللقاءات السابقة، وخاصة اللقاء الداخلي. وليد، كنا تحدثنا عن ايمن اشرف، تحدثنا عن العديد من الامور، ولكن عايز اسالك، هل عودة سعد سمير للتهديف هي بداية عودته مرة تانية الى فورمته اللي احنا تعودنا عليها؟ مفيش شك ان احنا اتكلمنا ان سعد سمير السنة دي ما كانش جاب لسه فورمة السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت سعد سمير كان احسن لاعب في النادي الاهلي، ويمكن كان احسن لاعب في الدوري.
الموسم ده يعني كان في بعض التذبذب او التراجع. انا بدات اشوف ان سعد سمير بدا تاني يرجع للتركيز المعتاد، فكره ان هو يكون عنده التركيز ده على المرمى، حتى يعني مش بس في فكره الهدف، فكره كمان انه قدام المرمى شكله مركز وبيبص بقى، بص على الكره كويس، الجامب بتاعه حتى تحس انه بقى اعلى. يعني انا لاحظت ان سعد سمير بدا يحاسب نفسه، بدا يقعد مع نفسه. هو من الشخصيات الجميله، يعني سعد سمير من الشخصيات الذكيه كمان، لاعب ذكي جدا. فانا اكيد ان سعد سمير قاعد مع نفسه وحاسب نفسه، وبدات انا اشوف تصاعد في مستواه. اعتقد ان هو خلاص يعني رجع تاني على التراك الصحيح، يعني ممكن يديله دفعه معنويه يعود مره تانية للشكل اللي كان فيه اساسي في منتخب مصر. اكيد طبعا، يعني سعد سمير عنده امكانيات هايله جدا، واثبت ده يعني الموسم اللي فات واللي قبل كده، ان اي لاعب في العالم في الدنيا في التاريخ بيتعرض لمراحل من مراحل انه تركيز يقل او تراجع لاي اسباب كانت، لكن انه يرجع انه يبقى قادر يرجع، ده اللي احنا بدانا نشوفه فيه. فاعتقد ان الفتره الجايه هيكون فيها سعد بشكل مختلف. دلوقتي النادي الاهلي وصل للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 16 نقطه، ولكن من 6 مباريات، يعني هو ما بينه وما بين الاسماعيلي المتصدر 4 لقاءات، والاسماعيلي عنده 23 نقطة حتى الآن، والأهلي عنده 16 نقطة ولكن عنده 4 مباريات، وأربع مباريات ب 12 نقطة. هل النادي الأهلي قادر على عبور المباريات القادمة؟ وخاصة انه سيواجه مواجهة ليست سهلة امام النادي المصري. يعني هو عشان نسهل برضو على الناس، عشان تعرف شكل المنافسة، دايما بص لما يكون في مباراة مؤجلة دايما بص على الفاقد. يعني انت فقط صلاح احرز الهدف ال 12 ليه في الدوري العام في فريقه السابق، ومعرفش بقى هو احتفل ولا ما احتفلش، ده هيبقى شيء مهم، لان طبعا مواجهه صلاح امام تشيلسي مواجهه مختلفه وليها توابع مختلفه، واكيد لازم اسالك عليها. ودلوقتي احرز الهدف، للاسف انا مشاهدينا هنتنقل شويه ليفربول وتشيلسي وبعدين نعود تاني الى القاهره، يعني رايك ايه بقى في هذا الامر؟ يعني دي اول محمد صلاح بيواجه فيها تشيلسي من ساعه ما ساب النادي، مباراه تحمل اولا تم تغطيتها اعلاميا في انجلترا وفي العالم كله بشكل مكثف جدا، وكل الصحف في انجلترا الديلي ميل والسان والاندبنت كله بيتكلم عن محمد صلاح، ومحمد صلاح في مواجهه فريقه ده. محمد صلاح اللي كان هداف الدوري المباراه دي، وبالهدف ده اعتقد رجع تاني لهداف الدوري منفردا بعد ما هاري كين كان تساوى معاه بعد ماتش ويست بروميتش، رجع تاني يعتلي الصداره. محمد صلاح لاعب عنده شخصيه، مش سهل مرضيش لا يعني هو محترم. طبعا هو طبعا محترم. طبعا وهو يعني محمد صلاح بقى ليه شخصيه متكامله. محمد صلاح يعني انا يعني مش عارف هو هل وراه فعلا تيم وورك، ولا هو اللي قدر يطور نفسه بالشكل ده. محمد صلاح بقى ايكون، يعني بقى انك تطمن له، في اي مباراه وفي اي موقف وفي اي صعوبه تبقى مطمن انه هياخد القرار الصح في الوقت الصح. طب وليد، انت كنت معايا في الاستوديوهات وكان معانا بعض الزملاء، وكان ايضا كنت دايما بنتكلم ان العديد من المصريين نفسهم كانوا بينتقدوا محمد صلاح بانه قبل انتقاله لليفربول انه لن ينجح، وان الدوري الانجليزي تقيل قوي عليه، وكنت تلاقي منشتات في العديد من الصحف، صحف كبيره، بتتكلم ان محمد صلاح لا يصلح الا لمقدار الدوري الايطالي او الدوري السويسري. والان هل ده رد صافع من محمد صلاح لهم؟ احنا عندنا هوايه اسمها هوايه جلد الذات، يعني احنا بيصعب علينا ان احنا نشوف تجربه مصريه ناجحه سواء محليا سواء عالميا. يعني هل ده عقده خواجه مثلا؟ ما انا بقول لك احنا عندنا مشكله في ده. في الحقيقه الانتقادات، يعني انا محتاج بجد ان احنا يكون عندنا رؤيه مختلفه في الاعلام عموما. انا بتكلم في سيبك من السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا ليها بعد تاني وليها اتجاه تاني وليها مجال حكم تاني. انا بتكلم دلوقتي عن الاعلام، بتكلم عن الجرايد، بتكلم عن المواقع، بتكلم عن البرامج التلفزيونيه والاذاعيه. يا جماعه لازم يحصل عندنا تطور، احنا بدا عندنا تطور رياضي على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري، لازم يواكب ده كمان تطور اعلامي. لازم نفهم الفرق بين الانتقاد والذبح، ولازم نفهم الفرق بين المعلومه ووجهه النظر، ولازم نفهم الفرق بين البهوات اللي كانوا شايفين ان صلاح فاشل ولن ينجح في الدوري الانجليزي، والدوري الانجليزي ده صعب عليه جدا، ويحمد ربنا ان هو في الدوري الايطالي بيعمل كده عشان ايطاليا تعبانه في كره القدم. يعني كانوا بيتكلموا بناء على ايه؟ انا عايز اقول لك، بعيدا عن ان طبعا حصل بعض التراجع في الدوري الايطالي السنين اللي فاتت الى حد ما، لكن اللعب في ايطاليا
صعب جدا جدا ان لاعب يعمل اسم في ايطاليا وخصوصا بقى في نادي روما تحديدا، نادي روما هو مهاجم يعني، ونادي روما ده تحديدا نادي روما ده موضوع ده نادي روما ده يتعمل عنه رساله دكتوراه في اجواء الفريق والمشاكل اللي بتحصل، انك تكون موجود فرانشيسكو توتي وتجيكو وكل الرخم ده، وانك انت تقدر تثبت نفسك تبقى انت النجم الاول في فريقك، ده ما يعملوش الا لاعب عنده شخصيه عالميه. عمل ده احنا ليه يعني بنتكلم كده، انت حلل تجربه محمد صلاح واللي حصل معاه من ساعه ما بدا رحلته الاحترافيه عشان تعرف يعني ايه شخصيه لاعب، يعني ايه شخصيه لاعب انه اولا لما يروح بازل يتالق بالشكل ده افضل لاعب في الدوري السويسري، فتجيله العرضين بتوع ليفربول وتشيلسي، يختار تشيلسي، سقوط حصل سقوط وحصل تراجع هو لاسبابه. النهارده مورينيو في بعض التصريحات بيتكلم ان ما كانتش المشكله مشكله محمد صلاح تحديدا في فنيات او قدرات محمد صلاح، كانت مشكله عدم تكيف. أيوة هو ومشكله مورينيو يعني ما هو عنده لوكاكو وعنده دي بروين وعنده صلاح وعنده شورلي وازارتو يعني كان الموضوع كبير وقدراته يعني هو مشكله مورينيو نفسها بالزبط. مش مشكله اللعيبه دي بالظبط هو مورينيو اتكلم كده قال المشكله ما كانتش مشكله محمد صلاح لكن ان هو الفريق كان مكتمل، يعني محمد صلاح كان جاي انه يعني يساعد الموجودين. طب هل يا وليد احنا عندنا تسرع في النقد يعني مثلا يعني بتحدث على مدار التاريخ، ويقول لك انا هنروح لمحمد صلاح، محمد صلاح عمل باس وحش يقول لك محمد صلاح وحش خلاص ده كده مش يومه، محمد صلاح عشان ما خدش فرصته هو لم ياخذ فرصته في تشيلسي اصبح فاشل واصبح غير منضبط او مواكب للدوري الانجليزي، هل ده تسرع؟ طبعا انا بس عايز اديك انطباع يعني عن شخصيه محمد صلاح اللي الناس بتنتقدها، اللاعب اللي بعد التجربه بتاعه تشيلسي دي يقع او يبقى متوقع انه يتراجع فيروح فيورنتينا في الدوري الايطالي يبقى هو نجم الفريق الاول ويتالق في كل المباريات الكبيره ويحرز في يوفنتوس شوف يعني قلناها في نفس الوقت قدام يوفنتوس ويحرز الهدف وبالشكل ده، وبعدين يروح روما زي ما كنا بنتكلم في اجواء روما وصعوبه روما ويتالق بالشكل ده، فيرجع تاني تشيلسي يبقى اغلى لاعب في تاريخ روما كبيع واغلى لاعب في تاريخ سوري ليفربول كشراء ويتالق بالشكل ده، والنهارده في اول 12 13 جوله في الدوري الانجليزي هو هداف الدوري الانجليزي. طب احنا هنرجع لمحمد صلاح بقى بشكل مستفيض جدا، ولكن الاول ما يعني معلش يا جماعه احنا نطينا بقى من الدوري المصري طبعا. ولكن حدث مهم جدا محمد صلاح ربنا يحميه ويحفظه، يمكن حتى مستر هيكتور كوبر قال لك ده في ليفربول وبره بيلعبوا باسي صلاح وباسي صلاح، جايين بتقولوا عليا انا بتنتقدون ان انا بلعب على محمد صلاح، يعني اديها وضحت بشكل كبير. هروح لواحد من الناس اللي بيحيرونا، تسمع كلامه وهو بيحلل وبيتكلم عن كره القدم، واحد من الناس الاقوياء جدا في طريقه حديثهم عن كره القدم، ولكن ميدو حتى الان في وادي دجله في مشكله، مش حاسين ان بالمردود المتوقع، خاصه نادي وادي دجله موفر يعني عنده امكانيات جيده، ما عندوش ضغوط جماهيريه، ما عندوش ضغوط اعلاميه، ولكن حتى الان في مكان في المركز ال 16 برصيد 8 نقاط، وتعادل كان صعب جدا 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 مع فريق بينافس بقوه ايضا، ربنا يكون في عون كابتن عماد نحاس، ولقاء وادي دجله والرجاء والتعادل 3-3. تمام. اولا لازم نعترف ان ميدو عنده خبرات كبيره جدا كلاعب، خدها طبعا من احترافه في انديه كبيره في اوروبا، وعنده تجربه ناجحه مع نادي الزمالك في الفوز بكاس مصر، وان كانت يعني بطوله الكاس مش هنعتبرها ان البطوله الاقوى، لكن هي نعتبرها تجربه ناجحه بفوزه بالكاس. الحقيقه تجارب ميدو التدريبيه يعني حيرتنا، وبعدين انا عندي كمان ازمه كبيره جدا في تصريح قاله ميدو او كرره اكتر من مره، انه بيلعب بطريقه مش فاهمها المصريين او اللاعبين المصريين او صعبه على ادراكنا، هو مش روعه المدرب ولا عبقريه المدرب انه يلعب بطريقه لعب مانشستر سيتي وهو بيدرب وادي دجله، يعني هو المهم يعني ان هم يفهموها ويطبقوها بالظبط، يعني هو نجاح المدرب يعني. نجاح المدرب انه يلعب بالطريقه المناسبه لامكانيات لاعبته، الطريقه اللي يقدر فريقه ينجح عليك. بيها فهنا ساعتها اقول انك مدرب جيد. لما بيب جوارديولا النهارده يعني سريعا برضو انا بحب بس يعني انا بحب اضرب امثله بس بفهم الناس ان دايما لما بتضرب مثال عشان يكون الموضوع قريب، بيب جوارديولا السنه اللي فاتت لما لعب مع مانشستر سيتي لعب بطريقه كانت صعبه او كانت مش مناسبه لامكانيات مانشستر سيتي فما نجحش، وهو اعترف بده قال انا ما نجحتش. النهارده بيتغير ده، بيتغير شكله، بيتغير اهتمامه بالدفاع، بيتغير اهتمامه بنص الملعب واشياء كتير. طب هل انت شفت ان الرجاء
والاهداف هي مع المشاهدين وبدايه التهديف، وابتدى بيهدفوا من تسديدات وبيهدفوا من كرات عرضيه. هل الرجاء فريق قادر ان هو ممكن يعمل لنا حاجه ولا لسه الخبرات بعيده جدا عنه؟ يعني هي البدايه طبعا كانت يعني مش جيده، وهم كانوا مخضوضين او مخطوفين شويه من بعد صعود الدوري، هم برضو التدعيمات ما كانتش على المستوى الكبير على مستوى الدوري ممتاز. طبعا لكن هم بداوا من كام مباراه، ان كانت النتائج ما بتعبرش عن ده، لكن بقى لهم كام مباراه بيأدوا بشكل جيد. انا اعتقد ان هم لو مشوا بالشكل ده، النتائج هتيجي مع الاداء. هم طبعا بداوا وانك تكون متقدم على وادي دجله لحد اخر المباراه بفارق هدفين، تجيب 3 اهداف، ده شيء لازم نحيي عليه. وبعدين شوف كمان فكره انه بيلعبوا على المرتد بشكل كويس، شوف 4 لعيبه، احنا كنا لسه بنتكلم عن الزيادات العدديه بالتحرك ده بالسرعه دي، والدقيقه حاجه و70، يعني في لياقه كمان، يعني في جانب بدني. فيمكن الحظ يكون مساند ليهم، يكافئهم على الاجتهاد، والحقيقه بيمثلوا محافظه احنا كلنا بنعتز بيها، محافظه مرسى مطروح. ونتمنى ان نادي بيمثل محافظه، نادي جماهيري ووراه جماهير كبيره جدا، نتمنى انه يكمل. وكابتن عماد يعني من الناس اللي عندها تكتيك وعندها فكر، يعني دايما مش مدرب عشوائي، انت بتحس انه بيطبق شيء. فاعتقد ان شاء الله لو الحظ يعني والتوفيق يعني صاحبه. يعني الرجاء ووادي دجله والاثنين قريبين من بعض على الرغم من فرق الامكانيات الكبير، هل شايف ان الرجاء اقتنص نقطة ولا فقد نقطتين؟ بالنسبة لسير المباراة فقد نقطتين، يعني سير المباراة وكل شيء كان بيقول ان الرجاء يستحق ال3 نقاط، يعني تكون متقدم. هو قلة خبرات اللي احنا بنتكلم فيها، او الخضة، او هي قلة خبرات انك تكون فارق 2 هدفين وفي اخر لحظات المباراة وما تقدرش تحافظ على تقدمك ده لحد دلوقتي، بدل الضايع كنت متقدم فارق هدف، فده لازم. طب هل يحسب لميدو العودة مرة ثانية بعد ان كان متأخرا، يعني على الاقل يخرج من اللقاء متعادلة؟ هو اكيد ان هو انه لحق نقطه ده شيء كويس، لكن بشكل عام طبعا خساره لوادي دجله انه يخرج قدام الرجاء متعادل. وادي دجله في اسماء، هو حسين ياسر وده وطارق يوسف واحد من هدافين الدوري. طبعا هو في يعني كان وادي دجله اعلن ان في مشروع للنادي، مشروع بيعتمد على الدفع بالناشئين، لكن المفترض ان ده يواجبه كمان اداء، يعني ما ينفعش تتراجع فنيا. بس احنا لحد دلوقتي احنا في الاسبوع العاشر ولم نرى اي شيء من ملامح هذا المشروع. يعني هو مشروع استثماري، يعني هو فكره انك بتطلع ناشئين بس ده كمان بالنسبه للي اعلن ان ده هيواجبه تطور فني، وهيواجبه منافسه بعد 2 أو 3 سنين على اللقب. يعني الناس بتتكلم في منافسه بعد 3 أو 4 سنين مع تدعيمات، فده مش باين. وبعدين النهارده الوضع خطر جدا لوادي دجله، انت بتتكلم ان هو خلاص في مركز 16 وفوقيه الاتحاد السكندري وعنده فارق نقطه، وبعدين فوقيه الاسيوطي ومصر المقاصه وطلائع الجيش، فرق كلها كبيره، فرق كلها صعب جدا انها تفقد نقاط في الفتره الجايه. فاذا المنافسه هتكون صعبه جدا جدا. طنطا مثلا اللي بنقول ما عندوش خبرات. يعني هقول لك حاجه مثلا عشان اكد كلام، هو الماتش القادم امام الاسماعيلي وبهذا الشكل والاسماعيلي بهذا الشكل، وادي دجله مطالب بتحقيق اي نتيجه على الاقل الفوز عشان ما يبتديش بقى السكينه تسرقه في منافسات الدوري العام، لان هو في مواجهته مع الاسماعيلي في اللقاء المقبل، وادي دجله بوجوده ب8 نقاط، ولو حدث اي نتيجه عكسيه امام الاسماعيلي اللي حواليه بيتقدموا. بالظبط، يعني اللي حواليه بيتقدموا. ما هو ده اللي بتكلم فيه، المنافسين اقوياء، يعني المنافسين فرق كبيره، انت بتنافس الاتحاد وبتنافس مصر المقاصه وبتنافس طلائع الجيش، حتى الاسيوطي اللي هو فريق من خبراته قليله بيقدم مستوى جيد جدا جدا مع كابتن علي ماهر. النهارده طنطا اللي بنقول لسه صاعد وبرضه خلاص عدى طنطا، يعني النهارده طنطا في المركز 9 عنده 12 نقطة، فأنت بتتكلم إن المنافسين بتوع أخويا، أنت ما بتنافسش فرق ضعيفة، فأي فقد للنقاط في الفترة الجاية هيكون ليه عائد سلبي كبير جدا. وطبعا كون إن أنت تبقى طب في أنت شايف الإسماعيلي ووادي دجلة المواجهة عاملة إزاي؟ يعني هو طبعا فنيا ورقميا وكل شيء الإسماعيلي أقرب، بكل تأكيد الإسماعيلي أقرب، يعني أي نتيجة غير فوز الإسماعيلي حتى لو كان ميدو مدير فني سابق للإسماعيلي؟ لا مش هتفرق كتير، يعني مش هتفرق كتير، وأنت بتحكم على فورمة الموسم ده. لا، النادي وادي دجله لسه لم يقدم شيء في الدوري السنه دي. طب اروح معاك لماتش المقاصه وبتروجيت، المقاصه وعوده او وجود الكابتن عماد سليمان على راس الجهاز الفني، ابتدينا نحس ب
بعد النتائج الجيده لمصر المقاصه بيواجهوا فريق محترم مع مدير فني كفء زي الكابتن محمد يوسف، كيف رايت هذا اللقاء؟ يعني الحقيقه تجربه المقاصه يعني السنه دي من بدايه الموسم ده كانت محبطه بالنسبه لي، يعني انا كان عندي امل كبير الحقيقه ان المقاصه يقدر السيزون ده يكمل النجاح اللي بداه من الموسم اللي فات، وخصوصا ان عنده مشاركه افريقيه، لكن كانت البدايه محبطه. بعد ما جه كابتن يعني كابتن مؤمن سليمان ما قدرش يتكيف مع الفريق، ما قدرش، وبرده يعني باي ذا واي كده ممكن نتكلم عن كابتن مؤمن ان برده حته ان انت تلعب بطريقه بعيدا عن امكانيات لعيبتك او عايز تطبق فلسفه او تكتيك بعيدا عن امكانيات الافراد اللي معاك، ده مش نجاح ولا يقود لنجاح. النجاح ان انت تطبع فكرك وتكتيكك باعتبار ان انت مدير فني عندك فكر، يعني عندك فكر وعندك مرونه فكريه. فكابتن طبعا عماد سليمان بعد عودته بدا الشكل يتغير، شكل مصر المقاصه يتغير، عندهم اسماء مميزه على راسهم حسين الشحات طبعا اللاعب الهايل جدا اللي بيعمل الفارق الدولي. طبعا اللي بيعمل الفارق دايما وبيلعب في اكتر مكان، لاعب جوكر. هل الهدف المبكر هدف محمد مسعد في الدقيقه الثانيه سهل المهمه شويه على مصر المقاصه؟ مؤكد طبعا الاهداف المبكره بتساعد الفريق انه حتى نفسيا يرجع تاني، خصوصا زي لما بيكون فريق كبير وبيتعرض لك فبيبقى محتاج الثقه، حته الثقه دي بدات تعود لنادي مصر المقاصه، فتوقع منه انه يقدم الافضل في الفتره الجايه، وخصوصا زي ما بنتكلم ان عنده اسماء، يعني كان حسين شحاته نجوم انطوني عنده اسماء مميزه. بتروجيت ماشي بشكل جيد، يعني بشكل بالنسبه للاسماء برضو للفريق، فريق ما عندوش نجوم كبيره لكن ماشي بشكل جيد مع كابتن يوسف، ويعني هو في المنطقه اللي هو عايزها، في منطقه الامان اللي عموما هيستضيف الرجاء في المواجهه القادمه يوم الاثنين المقبل باذن الله. طلاع الجيش هيواجه النصر، ده برضو المواجهه القادمه الاسبوع 11 في الدوري العام، والزمالك هيستضيف مصر المقاصه، وده من المواجهات اللي هتبقى جميله. مصر المقاصه اصبحت يعني اندفعت الى الامام بعض الشيء بعد وجود الكابتن عماد سليمان. كيف ترى هذه المواجهات؟ يعني اولا طبعا طلاع الجيش والنصر، يعني النصر لسه ما يعني لسه بعيد شويه السيزون ده، فيمكن طلاع الجيش يمكن تكون حظوظه اكبر في المباراه دي قدام النصر. ماتش الزمالك ومصر المقاصه هيكون ماتش مهم جدا، ماتش مهم جدا للزمالك لو اراد يعني العوده ومحاوله الدخول في دايره المنافسه. مصر المقاصه كنا لسه بنتكلم عن حاله الثقه اللي رجعت للفريق تاني، وانه بدا يدوق طعم الفوز، كسب ماتشين، فده ادى للفريق ثقه، فهتكون مواجهه صعبه جدا واختبار كبير جدا لمصر المقاصه وقدرته على انه يرجع تاني لبعض من مستواه، واختبار كمان مهم لنادي الزمالك، هنشوف فعلا نادي الزمالك عنده نيه او عنده قدره انه يرجع تاني لدايره المنافسه ولا لا. طيب طنطا والمقاولين هيبقوا يوم الثلاث، مواجهه هتبقى صعبه جدا. المقاولين السنه دي بيلعب كره جميله جدا، وطنطا من الفرق العنيده مع الكابتن خالد عيد. ام بي والاسيوطي دي برضو مواجهة هتبقى مش سهلة. الأسيوطي صراحة هذا الموسم مع كابتن علي ماهر بيأدوا أداء جيد على قد الإمكانيات. ام بي ووجود إيهاب جلال مع الفريق، ابتدى الفريق يستنشق مرة تانية رائحة الانتظارات. ويوم الثلاثاء يختتم يوم الثلاثاء باللقاء الكبير بين المصري والأهلي على ملعب برج العرب. دي حتى أمام حضراتكم أدي كل مباريات الجولة 11. ونكمل يوم الاربعاء، الداخليه والانتاج الحربي. الداخليه جريح من لقاء الاهلي، والانتاج الحربي بيحاول انه يكمل. وسموحه والاتحاد السكندري ديربي سكندراني، وتحدثنا احنا على وادي دجله والاسماعيلي. المواجهه الابرز في هذه المواجهات المصري والاهلي من وجهه نظرك شايفها ازاي؟ مباراة مهمة جدا، من أهم العقبات اللي هتكون في طريق الأهلي للحفاظ على لقبه. دايما مباراة المصري والأهلي دايما على مدار التاريخ، وخصوصا كمان التاريخ الحديث، بتحمل تنافسية كبيرة جدا. استقرار فني بيعيشه النادي المصري مع الجهاز الفني كابتن حسام حسن، عندهم أسماء مميزة في كل خط. فريق النادي المصري عنده لياقة بدنية جيدة، وفكرة كمان الروح اللي بيلعبوا بيها واللي بتظهر في كل المباريات، وان هم دايما لاخر دقيقه بيكونوا موجودين في الجيم، ده شيء مهم جدا. اختبار قوي جدا للنادي الاهلي. دايما انت لما بتكون في مرحله منافسه على بطوله دايما بتقعد ترسم كده خمس ست عقبات
هيقابلوك في خلال مشوارك، اذا قدرت تتخطاهم فانت ماشي في الطريق الصحيح او رايح ناحيه اللقب. فطبعا المصري، مباراه المصري الاهلي تخطى اول عقبه بنجاح، عقبه النادي الاسماعيلي. اعتقد مباراه المصري لو حسمت للنادي الاهلي، اعتقد ان النادي الاهلي هيكون اقترب بنسبه كبيره جدا 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 من اعتلاء الصداره في الدور الاول. في الدور الاول طبعا، وانك انت تعتلي الصداره، يعني النادي الاهلي لو فنش الدور الاول معتلي الصداره، اعتقد هيكون صعب جدا انه يتراجع. طب احنا عندنا خبر يعني مؤسف الى حد ما بالنسبه لنا، لان فريق الهلال السعودي خسر امام اروى الياباني، واروى الياباني فاز بلقب دوري ابطال اسيا للمره الثانيه في تاريخ اروى الياباني. نادي الهلال كان فاز مرتين فقط بهذه البطوله، مره سنه 92 ومره في الالفينات، ولكن الهلال زعيم الكره السعوديه لم يستطع انه يحسم هذا اللقب. وكنا عندنا امل ان وجود فريق عربي اخر في بطوله كاس العالم للانديه وايضا السعوديه وفريق الهلال، كان في امال وطموحات ان هم ياخدوا هذه الحقيقه. يعني مباراه الهلال واوراوا الياباني شبيهه لحد كبير جدا بسيناريو مباراه الاهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني التعادل في الذهاب 1-1 في السعوديه، وسيطره الهلال النهارده، انا شفت يعني اجزاء كثيره من المباراه، لان كانت في وقت مبكر، كان وقت عمل، لكن لحقت كده بعض وطبعا شفت بعد كده الهايلايتس. الهلال كان مسيطر بشكل كبير جدا، وكان اساء التصرف في العديد من الكرات. وللاسف تشيلسي تعادل. للاسف تشيلسي تعادل. هي مباراة صعبة، هي مباراة صعبة. تعادل الان في الدقيقة، اعتقد في الدقيقة 85، ماتش يعني ماتش صعب. احنا كلنا دلوقتي خلاص بنشجع ليفربول. طبعا. وصراحة انا بشجع ليفربول وستوك سيتي وويست بروميتش والارسنال. طبعا. ده صعب جدا. انا جمعت المحترفين. بس لما بيقابلوا بعض بقى بتشجع مين؟ لما بيقابلوا بعض، ما هو للاسف بتشجع المصريين بس. بشجع المصريين، ولكن احنا بنتمنى ان اللعيبه المصريين بتشارك بشكل افضل من ذلك. خلاص هنروح نرجع مره ثانيه للدوري الانجليزي، الانجلش بريميرشيب، وهرجع اتكلم ثاني على محمد صلاح. محمد صلاح الان هو اكثر لاعب مصري احرز اهداف في الدوري الانجليزي، لان كان في ميدو كان احرز 11 هدف من قبل، وكده صلاح كسر هذا الرقم. ومش بس الارقام التهديف في دوري ابطال اوروبا، يعني كده كمل للدوري الانجليزي. واحد من اللعيبه اللي فعلا ماشيين بخطى اكثر من ممتازه. هاخد برضو من كلمه كوبر، هم في ليفربول بيلعبوا على باصي صلاح، اشمعنى بتنتقدون ان انا بلعب عليه؟ من الغباء ان انت تكون مدير فني عندك لاعب بامكانيات محمد صلاح ولا تعتمد عليه ولا تستغل امكانياته. محمد صلاح كل الفرق اللي راح لعب فيها كان هو الاول في تكتيك مدربه، يعني سباليتي بكل قدراته وكل قيمته النهارده، سباليتي بينافس مع الانتر على لقب الدوري الايطالي تاني بفارق نقطتين، لما يعتمد على محمد صلاح في كل تكتيكه الهجومي، كان بيلعب بيه جناح في الماتشات اللي عايز فيها سرعات وعايز فيها، كان بيستغله في مركز راس الحربه، كان بيدخله في قلب الملعب في مباريات كتير، زي الفكر اللي كان بيعمله كابتن حسام البدري مع مؤمن وباكا والاجنحه بتاعته، كان بيستغل محمد صلاح في قلب الملعب. فكره ان يكون محور اداء مدربه، لما مدرب بقيمه سباليتي كنا بنتكلم، لما مدرب بقيمه يورجن كلوب يعمل ده دليل انه تألق صلاح امام في الفرق، امام الفرق الكبيره في دوري ابطال اوروبا. يعني تألق صلاح امام ريال مدريد على الرغم من خساره روما، ولكن ادى اداء جيد جدا على مارسيلو، وحتى تعب راموس وورطه في العديد من الانذارات. وجود صلاح امام الفرق الكبيره بشكل رائع، حتى ولو كان روما يخسر، هل ده من الاسباب اللي خلت ليفربول ان هم يفكروا في التعاقد معاه؟ طبعا طبعا، دي شخصيه لاعب. اللاعب بيجي، يعني صلاح بيطلب الكوره من اللعيبه اللي بتطلب الكوره، انك تبقى في مباراه كبيره زي ريال مدريد، يوفنتوس، انتر، اي سي ميلان، وتطلب الكوره وتروح على المدافع، ده شخصيه لاعب. شخصيه لاعب النهارده بتخلي كل او صحافه كتير جدا او صحف كتير جدا انجليزيه بتتكلم ان بعض الانديه الكبيره في العالم تاني بدات تفكر في محمد صلاح، وبتتكلم عن ريال مدريد وبرشلونه. وان كنت انا والاتليتيكو من كمان من السيزون اللي فات، اتليتيكو كان عايزه كمان قبل ليفربول يعني، بس هو ليفربول اللي كان عنده جديه اكتر في التفاوض. ففكره ان اسم صلاح يكون مطروح بالشكل ده، فده بيديك انطباع ان الناس دي يعني مش هتجامله. يعني لما بتتكلم عن محمد صلاح كده مش بتجامله، واحنا لما بنتكلم كده ما بنجاملوش. طب كان في تصريح لايدن ازار امبارح، طبعا ازار نجم منتخب بلجيكا ونادي تشيلسي، وقال لك احنا يعني ما كناش عارفين ليه صلاح مشي، و
فعلا حتى في التمرين ايام ما كان في تشيلسي ما كناش بنعرف نوقفه، وهيبقى مواجهته صعبه جدا. هل كلام ازار بتسجيل صلاح كده تحقق؟ مؤكد يعني، النهارده بيجيب هدف طبعا، هدف التقدم الفريق. هو محمد صلاح النهارده يعني الشويه اللي احنا شفناها من المباراه قبل ما ندخل الهوا بيتلعب عليه مان تو مان، اللعيب الوحيد في ليفربول اللي بيتلعب عليه مان من اول المباراه هو محمد صلاح. من واحد بقى ايه خبير المان تو مان كونتي يعني. طبعا يعني راجل التكتيك بتاعه، فبدايه يعبر لك عن قيمته. محمد صلاح كان في ناس بعض الناس عندها تحفظ عليه ان هو الفينيشنج عنده في مشكله. محمد صلاح تطور السنه دي بشكل كبير جدا في الفينيشنج، ومفيش ادله على ده انه هداف فريقه في كل البطولات في الدوري ودوري ابطال اوروبا، وان هو هداف الدوري الانجليزي النهارده بعد 13 جوله هو هداف الدوري الانجليزي على اسماء بقى زي هاري كين. دي بعض اللقطات لمحمد صلاح على مدار الموسم مع فريق ليفربول، بتبين لك كل حاجة هو بيمتاز بيها: التمرير، التسلم، السرعة، الرؤية، حاجات يعني. بص هنا التمرير عامل ازاي، وش رجله الخارجي الشمال طبعاً. هنا التمركز الصح عشان يجيب جون. كل مميزات محمد صلاح. بشكر السادة الزملاء لأن هذا الفيديو بيشرح كل حاجة. هنا بقى أهم ميزة الجري في ظهر الديفنس، ده لقاء توتنهام. ازاي بيقدر يجري في ظهر الديفنس وبعد ما يجي؟ طبعا هو عنده السرعة، ولكن هو طريقة التحرك وترمومتر ليفربول على محمد صلاح يعني. يا ريت بعد اذنك بس لو رجعت لي الجون امام توتنهام، واحد من افضل فرق يا وليد، اكيد بتتفق معايا. طبعا طريقه ادائها هنا، كلمه هيكتور كوبر، اذا كان هم في ليفربول بيلعبوا عليها. طبعا انت ازاي يبقى انت كمدرب عندك محمد صلاح او اي لاعب بامكانياته ما تلعبش عليه؟ النهارده مين اللي صعد ارجنتين كاس عالم؟ ميسي. مين اللي صعد البرتغال مونديال؟ هو كريستيانو رونالدو. مين اللي صعد بولندا كاس العالم؟ ليفاندوفسكي. كل دول كل منتخبات العالم الكبيره، هو ده الكره اللي انا بتكلم عليها. بص هو جري منين وهم الباس منين يعني. بص هنا لو وقفت لي، اقف لي بس، اقف لي محمد صلاح في 40 متر هو لوحده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة من توتنهام. ده يوسن بولت يعني. هنا بس عشان كلام هيكتور كوبر بيبقى صح، وهنا بيصنع الفارق لانه عنده السرعه، وفي الاول اتحرك صح، هو عارف، والناس الثانيه عارفين ان هم معاهم بسم الله ما شاء الله لامبرجيني او فيراري بتجري، هتلحق الكوره وتحطها في المكان الصح. المميز كمان ان اي فريق بيلعب محمد صلاح عارف امكانياته، وعارف انه لاعب عنده سرعات، وعارف انه بيجري على الخط ازاي، وعارف انه بيجري في قلب الملعب ازاي، ومع ذلك ما بيعرفش يوقفه. ما بيوقفش. فهو امكانياته اعلى من فكر اي مدافع، ومن ما فيش حد يعني. انا ما شفتش دفاع وقف محمد صلاح، مع ان كل الناس بتتكلم ان امكانياته كذا، بس وقفه يعني. هو بيجري، وقفه لو تقدر. فلا طبعا هو عنده، وكنت بتكلم على حته الفينشنج اللي تطورت السنه دي يعني. محمد صلاح كان عنده فعلا مشكله في حته الفينشنج، ومفيش لاعب متكامل، فكون انه يقدر يطورها بالشكل ده، ده لاعب بيشتغل على نفسه. طب انا هقول لك حاجه، لان كنت دايما برد، حتى انت كنت معايا ضيف في حلقه من الحلقات، وكان موضوع الفينشنج يعني بالنسبه لنا كمدربين، اللعيب اللي بيوصل كتير لمراحل التسجيل او اللي انا في موقف ان انا اسجل فيه كده كده هيجيب، بس ما دام بيوصل يبقى هو صح. طبعا. هل تتفق؟ طبعا اكيد اكيد طبعا اتفق. وبرضه نرجع نربط ده بوليد ازارو كده، نفكر الناس بالاسم بس. تركيزه حتى على المرمى يعني هو بيشتغل. محمد صلاح بيشتغل على نفسه، محمد صلاح بيعمل ادوار دفاعيه بشكل هايل. كل شكله كل شكله لونه يعني. معلش هقول له والله العظيم ده لو لعيب تاني هيقول لك الله بصوا بص النجم الكبير قوي. طب ما احنا عندنا اهو ابن بلدنا اهو بيعملها. ايوه واستلام على الفخذ وكنترول على كل حاجه، وبالكعب ماشي وبالشمال ماشي وبيمينه ماشي، من زاويه صعبه جدا، وبالهيد وبالهيد يعني ماشي، ومن زاويه صعبه جدا جدا، من الاهداف المميزه جدا. لا انا الصراحه بحيي برضو مره ثانيه فريقنا في الاعداد وفي الاخراج، لان فيديو اي حد يتمتع، حتى الناس يعني. بص اللي واقفين الستوردز ده ماتش، ده هدف الارسنال بالظبط اللي اختاره صلاح افضل اهدافه حتى الان. التحول السريع جدا من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، سرعه رهيبه، وباصص على الجون وتركيزه انه يلعب الكره في الزاويه البعيده عن حارس المرمى. احنا لازم نقول ان السنه دي العداله والمنطق وكل شيء بيقول ان لازم محمد صلاح يكون احسن لاعب افريقي، لان ما فيش اي لاعب افريقي في الوقت الحالي وعلى مدار 2017 قدم حتى نص اللي قدمه محمد صلاح، سواء على الصعيد الانديه
او على صعيد منتخب مصر في امم افريقيا او على صعيد منتخب مصر في تصفيات كاس العالم، فمفيش اي شيء ممكن يخلينا نتخيل ان لاعب تاني يحصل على هذه الجائزه بخلاف محمد صلاح. صراحه وليد مفيش اجمل من ان احنا نختم بان ان شاء الله محمد صلاح يفوز بجائزه افضل لاعب افريقي، ويكون تاني لاعب يفوز بهذه الجائزه من مصر بعد كابتن محمود الخطيب اللي حصل عليها في سنه 83. ان شاء الله في 2017 يخش محمد صلاح في هذه الجائزه. وليد الحديد الناقد الرياضي، شرفتني ونورتني، كنت سعيد بوجودك معايا. دايما بكون سعيد بالتواجد معاك، ودايما بتخرج مني حاجات كده بحب اكون معاك على الهواء. دايما موفق. دي كانت فقرتنا النهارده مشاهدينا، لسه مكملين مع حضراتكم واستاد الاهلي وفقرات كتير، ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حبيبي.